تعاودي لي على رابحه ملي تحرقات 20 يوم وتقولي داكشي اللي ما قدرتش نقولوا انا شنو لقيتو فيها وتقولي داكشي اللي ما قدرتش نقولوا انا شنو لقيتو فيها تسكن في هذيك الدار ومعاها تما وهذيك الريحه كتشمها ما درت لك حتى حاجه تسكن في هذيك الدار ومعاها تما وهذيك الريحه كتشمها ما درت لك حتى حاجه ما غاديش نكثر معاك لان اجوبتك شي انما غير مقنعه واش تسمعي صافي داك اللي تقول لي الجيران انا هو الكلام هو الحقيقه شنو بين هاد الجيران ما تدخلوش عندي الجيران يا ما يدخلوش عندك الجيران ما تدخلوش عندي الجيران يا ما يدخلوش عندك الزمرت كداويه ما يدخلوش عندك الزمرت كداويه يعني الدود كيبان لك هذيك السيده يعني الدود كيبان لك هذيك السيده لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كنتواجدوا على جد مقربه مصطفى بن رشد في قضيه ديال رابحه. قضيه ديال رابحه القمة في الغرابة. رابحة امرأة شيئا ما متقدمة في السن عندها زوج ما فحلاش تصابت بحريق. الحريق نتج عنده أمور أخرى في لحظة من اللحظات أعطاها الله عز وجل واحد الجارة طيبة قدرات وتمكنات ربطت الاتصال مع منابر إعلامية والسبق الصحفي اللي كان ديال الاخ مصطفى اللي هو مراسل ديال المغرب نيوز ربط الاتصال مباشره مع السيد الوزير وتغيرت الامور ما هو أسوأ ما هو احسن وهي حاليا مقبله على العمليه. تبعوا معايا حيتيات القضيه من الاول. هادي تعاودي لي على رابحه ملي تحرقات 20 يوم وتقولي داكشي اللي ما قدرتش نقولوا انا شنو لقيتو فيها وكيفاش تتصلتي وكيفاش مشات الامور. السلام عليكم. بعدا حنا ولدي لحد اليوم كنعرفوها بانها طايحه على الورك ديالها ومهرسه. حنا ملي كنمشيو دينا هذا وحنا ما اكتشفناش حتى شمينا الريحه من الدار خارجه. كنمشيو عند السيد نسقسو وكيقول لك مريضه كيخلناش ندخلو. عطات الريحه الخنس وريحه الدود. خصني ما نهضرش في هذا الشيء ولكن انا خاص كل شيء يعرف. ملي مشينا عنده كنقولوا ليه اشنو واقع كيقول لك طايحه وداك الطياح دار لها ابسي دار لها الطياب. واخا ولدي ملي جينا مشيت 3 ايام هذه مشينا للمديونه حنا بحال الحماق تنقولوا لهم طيحه تيبقاو يشوفوا فينا هما عارفين بسيده محروقه. حنا ولينا بحال دوك الحماق واش هو دفى هو الجاج وكنقولوا له حنا دفى. واخا ديتو نتوما للسبيطار تما ديناها ولدي شافوها وشافوا هذا الشيء اللي قلتي لي دابا ما قلبوهاش شافوها. من دينا الورقه ديالنا للوالا هادو عطاونا بها فين وداكشي ديال الحرق هما عطاونا ديال الحرق وما قلبوهاش. لا ما قلبوهاش ما نكذب هي هذيك ولدي صافي قالنا سيروا ديوها بواحد الريحه ما تقدرش ما تقدرش. ولدي جينا دناها للدار جاوا البوليس ولدي دخلوا على الخط الله يجازيهم بخير. حنا مجموعين انا اللي غوت مع البنت قلت لها اجي انت غتقول لنا اشنو كاين. قالت لك امي كانت جايبه البراد السينيه وطاحت عليها. قلت لها وعلاش دابا 20 يوم وانت كتقولنا طايحه على الورك بجدك كيقول طايحه على الورك انت كتهضري تتعالي تسبي فينا حنا الجيران. يعني انا اللي ضرتني هو السبان. واخا ولدي قلت لها قلنا كيفاش دايره السينيه. قالت لك جايبه السينيه بحال هكا. واخا السينيه جايبه بحال هكا كيفاش السينيه غتقرب هك ما غتقربش هك. واخا حنا ما شغلناش بداك الشيء كاين المخزن اللي غير مزيان داك الشيء ما سوقناش. انا دابا معاك في هذا الشيء قاعد هذاك البحث. واخا انا بغيت نقول لك ملي اكتشفتي انت هذا الشيء اللي قلتي لي ماشي انا راه كيفاش كلها ولكن انت اللي عيطتي للصحافه وتلاقيتي مع السي مصطفى وكيفاش وصل السيد وزير الصحه وصلوا الموضوع خيرو. انا من غوتنا اليوم غوت لي مره وحده ديال النهار كنشوفوا الراجل قال لك غندير الدار نداويها. الطبيبه ما بغات تعطينا حتى شي حل ماشي هي طب تشريح باش غتعطينا واش محروقه ولا مهرسه. يعني هما الورق عندي بينا محروق. خرجنا لقينا واحد ستاجر برا الله يجازيه بخير قلب ورقه قالنا محروقه. حنا ملي قالنا محروقه راه بحال صرفقتينا سكتنا ما بغينا نظلموا حتى واحد وماشي شغلنا. جينا ولدي للدار طلعناها جلسنا صافي سدوا علينا البيبان طيحوا الشراجم صافي الساكنه كامله ولات كتهضر. الريحه ضرتنا في الموبل انا عندي بالنسبه للضيقه ما قدرتش تحمل الريحه. صافي جات عدوزتها ونوسه غسلوا ليها نقاو ليها الله يجازيهم بخير. حنا كنطلبوا دابا هي دخلناها دابا بقي معايا هنا غادي تقولي لي انت كيفاش عيطتي للصحافه وكيفاش الوزير سيري معايا انت اللي درتي هذه الخطوه. انا عيطت للصحافه باش يوقفوا معانا ويعاونونا ونشوفوا لنا شي طبيب اللي وقف مع هاد السيده. يعني كلينيك ما عندناش الامكانيات راجلها ما عندوش وحنا داكشي القسم اللي جمعنا حنا كنا جمعنا فلوس كنسحبوا الورق مهرس غنديروا عمليه ربما حديد ربما شي حاجه لكن الورق ما مهرس ما حتى شي حاجه. اكتشفنا بانه حريق. حنا كنطلبوا
الله يكثر وزير الصحه دخل صيفطوا لنا لابيلانس، جينا الدكتور مروان الله يجعل ربي يسهل عليه في قسم 34 هو وثلاث الفرمليات الحمد لله. حاليا هنا اهتموا بها دابا فوق المستوى. واش قالوا لك غيديروا لها دابا؟ غدا ان شاء الله عندها راديو ديال العظم ديال السلسل ديال الظهر، وغدا غدخل البلوك باش تكرد داك الشيء كامل اللي كاين لداخل. تعليمات ديال السيد الوزير. الله يكثر خيره، الله يجازيه بخير. وتنقات السيده وترشد بالبرودويات والدوات، هذه نعمه من نعمه الله. شريك ما تطلبوا اجرك محسوم عند الله عز وجل. شكون اللي غابات معها؟ انا تطوعت في سبيل الله غادي نبات معها حتى تدخل غدا البلوك وتكرت والدواء خرجوها لينا حنا غنديوها، بقات حنا غنراقبوا البال. المهم هو الدواء عندها غالي يا ولدي، وراجلها ما عندوش من يشريه، فهمتيني يا ولدي؟ ما عندناش باش نخاتيو الدواء. غادي نوضعوا رقم الهاتف ديالها ان شاء الله ورقم الهاتف ديالكم ويساعدوكم. حنا راه ما عرفناش، كتعرف الراديو ديال السلسول ما عرفناش شحال غيكون داير باش نعرفوا. قال لك الميكروب فين الحق. حتى لهنا فهمنا الامور. الا كان ممكن مشاهدينا الكرام بقي معايا عفاك معايا الزوج تفضل معايا باش تساعدني في الموضوع، وغادي نلجئ لك في الاخير السي مصطفى لانك انت ساهمتي في خطوات ايجابيه. الزوجه ديالك كيفاش اكتشفتوا هذا الموضوع في المعلومات؟ وانا ما ما عرفنا هذاك الشيء ديال الطياب ديالها حتى جاو الجيران. اما مر الولد قول طحت. انت ما تتخليش الجيران يدخلوا عندها. ها؟ انت الجيران تيقول لك راه ما تيخلوش يدخلوا عندها، حنا كنا في المكان تما تيقول لك الزوج كيمنعنا. لا ما تنبغيش كثرت من الغوت. كل واحد الغوت هي دابا لقاو فيها الدود وانت كتمنعها. لا قلتي ما عندكش الامكانيات. لا ما عنديش امكانيات اخويا. وعلاش كتمنع عند الجيران ما يساعدوهاش؟ لا ماشي الجيران، دابا قوت بنادم هذه ضغط. ما بقيت نعرف هذا من هذا، كاين تبقى تدود هكاك. تبقى ثلاثة الناس هما اللي كانوا واقفين معايا. واخا انت ملي عرفتي هي تحرقات شنو درتي؟ ماشي تحرقات، انا ما كنت عارفها محروقه. وقول لي شنو اللي كاين؟ انا دابا الوقت اللي جيت لقيتها بوكس الدري ناسها، قلت لها ماكي؟ قالت لك طاحت. فهمتي؟ قلت لها طاحت. مشيت في حالتي الخدمه في العشيه، ملي جيت لقيتها نفس المشكل. انت كتسكن في هذيك الدار ومعاها تما وهذيك الريحه كتشمها، ما دارت لك حتى حاجه. تما انا تتنعس فيا، تتنعس في البلاصه، حاشاك البول وداك الشيء. تنقولوا حنا من داك الشيء. وليت انا الزاود نهايجو. نسولك سؤال واحد وجاوبني بصراحه، انت شيئا ما متقدم في السن، واش ما كتشوفش بانك كنت شيئا ما قاسي على هذيك الزوجه بهذه المعامله؟ كيفاش؟ انت كتشم ريحه. الريحه تما تنشم، ولكن اخويا تنحيد لها الزبل تحت منها ما عارفش. وعلاش ما ديهاش للطبيب؟ فينا هو الطبيب؟ فينا هو الطبيب؟ ما عييت من جري بالجنا للطب، ما والو واحد ما داها فينا. وانت جاو الجيران هما اللي داوها. ايه الجيران وقفوا. جابوا البوليس. ما كاين حتى واحد غادي يوقف معايا، ما عنديش شي واحد. قلتي الجيران ما كنخليهمش يدخلوا. الجيران كاين بين بعض الناس كينوضوا على المشاكل، الصداع ما بغاش تقوت بنادم هي مريضه والغوطه. انت عندك بالنسبه لك الجيران ما يدخلوش، كينوضوا الصداع وهي ما داواش. انا بغيت تعطيني جواب موضوعي، الله يستر عليك. انت الا كانت شي حاجه قول لي الاسباب. علاش؟ علاش الزوجه ديالك 20 يوم الاهمال كاين كتشم الرائحه؟ قلتي والاكثر من ذلك الا سمحتي لي قلتي التبول عندها. شنو درتي انت؟ حبستي الجيران وصعبتي الامور حتى لجؤوا الجيران وعيطوا للصحافه وقدر وصل السيد الوزير الاخبار وهضر مع بن رشد ودابا حاليا في العنايه مستوى عام. الحمد لله. هذا التقصير هذا ما ندمتيش عليه؟ وماشي ندمت عليه، كون عرفت انا النهار الاول بحالك راه مره الاولى الزينه. انا ما عارفش، انا تنسولها هي بنفسها تقول لي ما عندي والو وداك الشيء ساتر عليه وديك البلايص اللي كانوا باينين عندها داوين. نظرك انت علاش ما قدرتش تقول لك؟ ها؟ ما عرفتش اخويا، ما عرفتش، ما عرفتش تقول لي، ما بغاتش تقول لي كاع نهائيا، ما قالت لي والو. انت كتشم الريحه وكل شيء. انا قلت حاشا كامل البول. ها قلتي؟ ها دوي. الجيران ما يدخلوش. ما غاديش نكثر معك لان اجوبتك شيئا ما غير مقنعه واش تسمع. صاحبي انت تقول لي الجيران. انا هو الكلام هو الحقيقه. بيني وبين الجيران ما تيدخلوش عندي الجيران. هي ما يدخلوش عندك، هز مرتك داويها. وما عنديش. انا ما عرفتش، عرفتش المنظر ديالها، ما عرفتش وصلت لديك الدرجه، ما عرفت اخويا وصلت لديك الدرجه. نتمنوا من الله تعالى كما كان الحال الله يرزقها الشفاء. شكرا لك مشاهدينا الكرام. اسئله جوهريه في الموضوع، مجموعه من المنابر تناولوا القصه والجيران لهم راي اخر في الموضوع. السي مصطفى اتصلت بكم الاخت، سجلتوا دوزتي اللايف في فيسبوك في مغارب نيوز وربطتوا الاتصال، قدرتوا توصلوا للسيد الوزير وحكيتوا له القصه ويفعل الموضوع ديالها ومهتمين بها دابا الحمد لله بامور ممتازه انه تشاف هذيك السيده. كيفاش شفتي هذا الملف؟ اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي انا كمراسل صحفي داخل جريده مغارب نيوز،
يعني كيحصل لنا الشرف اننا كنا من الناس السباقين رفقه الزميل ديالي ادم اللي كنشكرو بالمناسبه اللي كنا حنا من الناس السباقين اللي مشاو لهذا الملف هذا عاد تواصلوا معنا منابر اخرى اللي كنشكرو من المنبر ديال المغرب نيوز. بالنسبه لنا فاش تواصلت معنا السيده الله يجزاها بخير حتى هي اللي جاره ديال هذه السيده هذه ويعني الغيره اللي خات هذه السيده هذه باش تواصلت معنا حنايا الغيره اللي خدت السيده باش تواصلت معنا حنايا التحقنا بها في السب ديال طيط من الليل يعني كنا في المركز ديال المدينه في السونتر فيل يعني وغاديين فوق دراجه ناريه المهم خدينا واحد شويه ديال الوقت هادشي اللي خلانا تعطلنا شويه ولكن الحمد لله جينا في الوقت المناسب تواصلنا مع السيده الله يجزاها بخير اللي كاينه معنا الان طلعنا شنا ديك الحاله انا كنشهد والله سبحانه وتعالى دخلت انا والزميل ديالي ادم كما قلنا كنشم رائحه في الدخله ديال البيت يعني طلعنا مع الزوج ديالها قلنا لي واش يمكن نشوفوا ديك الحاله قال لك مرحبا طلعنا نشوفوا الحاله يعني مع الدخله ديال الباب ما تقدرش تشم هذيك الريحه اللي كاينه. انتوما دخلتوا قبل من الامن ولا تجاو رجال الامن؟ لا حنا كانوا واقيلا على حساب المعلومات اللي عطاونا الناس الساكنه اللي كاينين تما اللي تواصلوا معنا قال لك راه كان جاو رجال الامن رجال الامن جاو قال لك يعني سمعنا بان رجال الامن جا هذه هي باش حنا طلعنا قال لك رجال الامن جاو داروا اجراءات ديالهم القانونيه هي باش سولنا حنا الزوج ديالها قلنا له واش يمكن اننا نطلعوا نشوفوا هذه الحاله هذه قال لك مرحبا ملي طلعنا فاش شفنا ديك الحاله حنا ما قدرناش نصوروا يعني علاش يعني كما كنقولوا رحمه بهذيك السيده وكذلك يعني حتى المواطن ما يمكنش يشوف هذيك الحاله حتى ديك الحاله اللي شفنا انا والزميل ديالي ادم يعني حاله يرثى لها يعني الدود كيبان لكم هذيك السيده لا حول ولا قوه الا بالله هي هذيك جينا هودنا ربطنا الاتصال اول حاجه ربط الزميل ديالي ادم اتصال بالسيد وزير الصحه المهم ما جاوبش تواصلنا مع شي ناس اللي في يعني مندوبيه وزاره الصحه الله يجزيهم بخير من هذا المكان هذا كنشكرهم بزاف اللي وصلوا الصوت للسيد الوزير قالوا ليه بان راه الصحافه كيتواصلوا معك راك ما كتجاوبش هي فاش اتصل بالزميل ديالي ادم تكلم معاه قال لي اودي قبيله عيطتوا عليا راه ما كنتش مسالي قال لي اش كاين شنو هو المشكل هو طرح لي المشكل قال لي اودي هاد السيده هادي راه كاين وكاين وحنا راه الان راه قضيه راي عام راه كلشي وقفنا راه جميع المنابر كاينه موجوده هنا هي باش عطى الامر ديالو كنشكرهم هذا المنبر ديال المغرب نيوز عطى الامر ديالو مباشره انها تجي للمستشفى ديال مديونه من المستشفى ديال مديونه صيفطوها لهنا البلوك 34 في مستشفى بن رشد هادشي اللي كاين حنا الان حنا امام مستشفى هي حاليا دابا مقبله على عمليه والسيد الوزير فعل الموضوع ديالها والاهتمام شكرا لك شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال رابحه هذا نموذج من واقع معاش السيد الوزير لك من الامكانيات لفتح تحقيق في الموضوع حنا نوجه التهام لاي احد ولكن فتح تحقيق حق لكل مواطن لان هذه الانسانه متقدمه في السن الاهمال شيئا ما كما ناقشته مع الزوج ولكن ملي دخلوا جيرانها مشات للمستشفى هذيك هي علامة استفهام تدخل ديال كان قوي وانت مشكور عليه وهذا من الواجب عليك كذلك الاهتمام في بن رشد اللي حاليا مجموعة من الأطباء مهتمين بالوضع ديالها هي مقبلة على العلاج كنتمناو لها الشفاء مشاهدينا الكرام ما يهمنا في الموضوع هو إيصال مثل هذه الملفات إلى من يهمهم الأمر لأنه المواطن له حق في الصحة في التعليم مجموعة من الأمور مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.